الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة إيرانية وصاروخا باليستيا. أفادت قناة العربية بأن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت طائرة من دون طيار للميليشيات الحوثية في أجواء مدينة أبا جنوب المملكة. وأضافت القناة أن فحص حطام الطائرة بدون طيار التي تم تدميرها فوق أبها أظهر أنها إيرانية الصنع. من جهة أخرى اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا في أجواء خميس مشيط جنوب المملكة.